السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. قناة اليوم اللي غادي نتكلموا على اللي كان في الاتحادية نائب تاع زاتشي هذاك حداد، خوه اليوم فاتوا عائلة حداد، وين البارح قلت لك اليوم البارح فاتوا في العدالة، قضايا تاع اكبر فساد في الجزائر. هذاك مشارك في اكبر فساد في الجزائر، وين راحوا المجال تاع كره القدم. نعرفوا حنايا شتا حط زاتشي، هو اللي حط زاتشي بمساعده ماجر ديال خوه ماجر مستشار بعد مدرب دار ناس ليس لهم علاقه بالتسيير، علاقه تسيير هاوي ما كاش كاع لا علاقه بالتسيير. هذا حداد هذا اللي قال لهم فيف لا فرانس، قالها كيما ما ننساهاش الى متى، فيف لا فرانس ما كاش اللي رد عليه في ذاك الوقت. مي رديت عليه ناس اللي خافوا علينا مساكين، ناس حبابنا عيطوا لي شوبير قالوا لي يا ودي هذا نتايا. قلت لهم على ربي، قلت لهم حاجة غاضتني ما خليهاش في قلبي، قلت لهم على ربي لا ربي كاتب لي حاجة هو سبب ما عليش، بصح باش هو هكا هو خام منه، هو خام منه هكا ما غاديش نخام منه. ما كاش لي رد عليه، الناس قاع صفقت عليه، راكم عاقلين عليه. سمعوا معنا هذا حداد. هذا حداد انا كون جيت لا الحمد لله ما نجيش في بلاصتو، بصح نقولوا باللي نفكروا شويه باللي هذا حداد نورمالمون على بالك التبهديله اللي صار رايح مولي كوجي زعما هو كوجي يخمم، هو كوجي يخمم على بالك شي يدير. مين يبغي يعاود يرد يقولوا سد الرئيس رئيس محكمه اقطع لي 40 عام وبركامني ما دايني صايك 40 عام اذكر شيخ وانت شادر شكون اللي يخون معك هي الطاف هي 40 عام وصايك ولا 30 عام ولا هي صايك وخلوني نروح. رايح جاي انت غادي رايح جاي انت في مسلسل هذا دايرينه، رايح جاي صاي يقول بلي يا ودي انا خونتو صاي بصي براءة بصي ما غاديش دي براءة تاع سراق. سمعتوا معنا؟ سمعوا. Merci de votre attention. Vive le forum. Vive le MEDEF. Vive la France. عاودوا سمعوها معنا بالخمس، سمعوها معنا باش يكون على بالكم. سمعوا. Merci de votre attention. Vive le forum. Vive le MEDEF. Vive la France. باش يكون على بالكم. ما غاديش ننساها الى مت. داير الاعلام تاع فرنسا موراه ومن بعد الاعلام تاع الجزائر من بعده الاعلام تاع الجزائر ما يبانش حتى من يجي رايح يمشي يبان الاعلام تاع الجزائر، بصح الاعلام تاع فرنسا موراه كير هذا والو ما خليهش، والله ما نخليه فوق العرض باش تعرفوا. الناس كانوا يصفقوا قالوا فيف لا فرونس ولا يصفقوا صح عجبتهم. ما كاش خيره كانت تهدر فيه 40 كيلو، ما كاش اللي كان يهدر معاه ها فيه 40 كيلو. وانا لدي الشرف رديت عليه في ديك الليله قلت له بلاككم عاقلين عليها، والله العظيم قلت راه تاع عمر لو بتي اللي مات مع لي لا بوينت والله يرحم الشهداء والله يرحمه، قلت له هذيك القطرة غير صغيرة تاع عمر لوبتي هذيك اللي غادي تخلص فيك. وصح انا نشوفو فيها، انا نشوفو تدلهم لهم كيما هكا قال لهم بغينا نبنو ستاد اتحاد العاصمة تاع الشيخ خسرت دراهم في تاع تيزي وزو يا حداد الشيخ خسرت ستاد تاع تيزي وزو واش تديتو دراهم من ساجوي واش تديتو دراهم من الياسمة خونتو دراهم تبييض الاموال شاد دراهم تبييض الاموال. ليكيب ناسيونال في ذاك الوقت حاليلو جبناه
ب25,000 أورو، جبناه ب25,000 أورو كيما هكا. تامي زير روحو راح دوزيام تور كاليفينا كوب دافريك ولا يعطوه 30,000 أورو، شحال خلاص كاع 30,000 أورو، شحال ما شحال خلاص كاع. في ذاك الوقت حداد كان جايب كوربيس، جاب كوربيس ب90,000 أورو، كان يخرج علينا، يخرجوا علينا ذوك الصحافة تاع الدراريج اللي يمسحوا، اللي يمسحوا الدراريج، يقولوا كيما هكا فريق عالمي ما عندناش اونترينير، ما نجيبوش اونترينير كبير ب100,000 أورو. وهي الدولة كانت محددة ما تفوتش حسبة، بصح حداد جاب كوربيس ب90,000 أورو في لياسما، شحال كان يعطيه؟ يعطيه 20,000 أورو، يقول له خلي لي الدراهم في البنكة في مارسي، ويعطيه كادو 5,000 أورو، كان تما كان يخلص 25,000، هو في الكونترا يدي غير 20,000، من مبين الغاشي 90,000 أورو، كيرو غادي يزيدو 5,000، يولي يدي 25,000 أورو. هذا 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 اللي قالوا فيف لا فرونس، وما احنا ردينا عليه في وقتها في ديك الليله، رديت عليه خاف غير من ربي. ايا ويجي اليوم يقول لك انا بغيت نصنع استاد، نتوما ما بغيتوش تصنعوا استاد، نتوما بغيتوا تطيحوا، طيحتوا الحراش سي ار بي قبه كملتوا معها، بغيتوا تزيدوا النهد، تخلوا تروا زيكيب، بغيتوا تخلوا لامسيا بارادو ليسما في الجي سونت، واحد يدي استاد تاع دار البيضاء، واحد يدي براقي، واحد يدي سان جوي، هذا مكان. كنتوش تخدموا نتوما، نتوما ما خدمتوش، نتوما جيتو تخونوا. هذه هي نتاع نتاع حداد، جبت جبت زاتشي، زاتشي جاب جماعته وصحابو يا وجيتو نورمال هكا، كاين دراهم ما يندو دراهم. جاي اليوم تقول لي بين بني، تقول القاضي البحث بين بني، كنا بين بنو ستاد. واخي انا تاع تيزي وزو، انت ستاد تاع تيزي وزو قد ما تبني خمسه كيما تاع كيما ستاد تاع جوفنتيس. هارا جا وزير بالخف قال لهم ايا وين راه بالخف، وهران ستاد تاع وهران بالخف، بالخف تحسب اللي كانوا يكذبوا، تحسب منام براقي هرا راه بالخف، ما كان لا صحافه يجروا موراه لا والو، خاطر برناوي كي كان يدير الو صحافه روحوا من بعد يعيط الو راه فرحان بيهم. اول خرج الوزير برناوي، اول الوزير سيد علي خالدي جا لوهران بالك خمس خطرات، ما كان لا صحافه لا والو، يجي مع مع الاختصاصيين، خاطر برناوي ولا يروح يدخل روحه هو ماشي عارف، ولا تبهديله هو ولا يجي الوزير سيد علي خالدي من يعرف القوانين، ولا يجي مع اختصاصيين اخصائيين في تاع الملعب وتاع العشب الطبيعي، ولا يجي ويقول الخدامه قعدوا تخدموا، انا كيما نتوما يقعدوا تخدموا، ما تضيعوش الوقت قعدوا تخدموا. باقي خمس خطرات جا الوهرم صعب كاش اللي سمع به، كان لا صحافه لا ولا كمال مهويدي له مسلسل لا والو، جاي يخدم. جاي اليوم البارح على بالكم شا قال، انت اللي هرت الجزائر، انت قلت لهم، انت كنت نحوس عليها مستاش، قال لهم كاين الدراهم وكاين النساء في الجزائر وفيف لا فرونس، بالكم شتوها هذا تير هكا تير تير، ما تخليش لازم يتيري، لازم تديرو في الفم تاع المدفع ونشا تاع الطرفة تاع بكري والو، ما يعرفوش كاع وين راح يوصل لهم فركت. هودو من جيت المالي وتيروه، يروح للصحراء مليا، يروح يدخل المالي ولا يدخل السينيغال ولا شو وين يدخل تيروه، والله العظيم كان والو. هذا يقولك فيف لا فرونس والناس كانت تصفق، نورمالمون يحوسو. شوف شوف شوف، لازم الأمن يقول له ما عطوناش الكاسات هذي، الناس اللي كانوا في ماك اللي صفقوا ما ناضوش قالوا له استاذ هذه فيف لا فرونس ولا يصفقوا عليه، نورمالمون هذوك يتحاسبوا. مليح زومي الاول هذا زاتشي تاع لافاف، زاتشي تاع لافاف اللي تعطي له اللجنه الولائيه تاع الاستثمار اللي يراسها يعني باش هكذا، ولكن نبينوا له الحقائق، الحقائق اللي يعني لي بليسور لي بلي اللي دارهم هنا في تيار زاتشي يدي 1000 قطار، لي بليسور لي بلي اللي دارهم هنا في تيار زاتشي يدي 1000 قطار، زاتشي يدي 1000 قطار، زاتشي يدي 1000 قطار، زاتشي يدي 1000 قطار، يدي 1000 قطار
في الرشايقة في المنطقة اللي تتسمى الرشة وام الزبوش، الرشة وام الزبوش. الرشايقة هذه يعني راها الأولى وطنيا في إنتاج البصل، والأولى وطنيا في إنتاج الثوم، وعندها مكانة مرموقة في إنتاج البطاطا وخيرات ربي. هاهم هنا يجوا الدولار ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي، ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي. فيك هنا يجوا الدولار ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي.